الثمن ديالو هو 550,000 درهم، كنهضروا على 55 مليون. فين كاين هذا العقار؟ هذا الشيء راه تيتواجد بمدينه مكناس. انتم شوفوا معايا الفينيسيون ديال مدينه مكناس، فينيسيون اللي هي راقيه من البيبان، بيبان اللي هما امبورتي من النوع اللي كيكون مقاوم للمياه ولا كذلك حتى للكسر. علاش؟ لان كنهضر على هذا الباب، هذه مثلا هذه باب بلاندي اللي هي مقاومه للكسر. اما هذا النوع هذا ديال البيبان راه من البي في سي، تيلا تزدحات ولا شي حاجه فكتبقى باب واقفه. بالنسبه للبلاصه فين كيتواجد هذا العقار، فهو كيتواجد على مقربه من حي كامل، واحد من الاحياء اللي هي جديده. مثلا قلبنا على المدارس العموميه ولا الخصوصيه للوليدات ديالنا، فهما كاينين. مساحات فين يلعبوا الوليدات كاينين. قلبنا على الجامع كاين، ونزيدوا عليها حتى المواصلات وما الى ذلك من المرافق اللي كنحتاجوا في الحياه اليوميه ديالنا، فهما كاينين. هذه ما هي الا الغرفه رقم واحد ديال هذه الدوبلكس، بقى لهم واحد فقط. الدوبلكس راه كاين فيه واحد بثمن ديال 550,000 درهم، ولا ربما يكون هناك نقاش وتفاوض في الثمن. هذه طواليت الدوش كاينين في هاد البلايصه، هذه ما هما الا رقم واحد، والدرجات عندنا باش كنطلعوا الدوبلكس. اما الصالون فهو هذا. دابا لقينا في التحت كاين عندنا غرفه، ياك باش نعاود نوريكم انتوما في الصاله باش يبان لكم. كندخلوا تلقاو على يدنا اليمين باش كنطلعوا الفوق، كنطلعوا الغرف، وعندنا هنا صالون غرفة رقم واحد هي، وراه جاب جوج ديال الواجهات الثمن ديال 550,000 درهم. اما بالنسبه للمطبخ فهو هذا، فيه البلاصه فين دير الشوفون، الماكينه ديال الصابون، وكذلك البلاصه ديال الثلاجه. غنقع بكم الفوق باش نكمل نوريكم شنو كاين في هذا الدوبلكس هذا. بالنسبه للعدد ديال الغرف ديال هذا العقار هذا فهم اربعه، كاين عندنا هنا الفوق ثلاثه، وكاين لتحت غرفه واحده. هنا غرفه رقم واحد هي هذه، غرفه كبيره متسعه. كنحاول ما امكن انني نعطيكم معلومات اللي هي اساسيه والمعلومات اللي هي مهمه. عندي هنا عاوتاني غرفه واحده اخرى، وهذه الغرفه هذه راه جات بالبلاكار ديالها، هو هذا البلاكار اللي هو كبير. دوش وطواليت واحد اخرين هنا، وكاين عاوتاني دوش وطواليت واحد اخرين هنا، ثلاثه بمعنى كاين ثلاثه، وحده في الطبقه التحتاني وحده في الطبقه هذا. كاين هنا دريسينغ فيه بلاكه لهاد الجهه بلاكه لهاد الجهه، وعندنا غرفه واحده اخرى هنا. دوبلكس نقي وكبير بثمن ديال 55 مليون، ربما يكون هناك نقاش مع صاحب هذا العقار. هادشي راه كيتواجد بمدينه مكناس على مقربه من حي كامله، وكيتواجد في اخ بلوش دو، بمعنى كاين السفلي والطبق الاول والطبق الثاني تبعوا لهم، بقى لهم فقط هذا الدوبلكس اللي كتشوفوا معايا دابا هو اللي بقى. كنتمنى ان نكون عطيتكم المعلومات المفيده والمعلومات الرئيسيه اعزائي المشاهدين. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما عليه الا الاتصال والتواصل معي، ويجي يشوفوا عن كتاب ولا عن قرب باش يشوف اذا كان غادي يوالمو. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، كان معكم طارق، مع السلامه.